عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر للتأخر. لا تزعم أستاذ عزيز، نفسك بخلصنا. نعم، الحمد لله. وكيف صحتكن؟ بخير الحمد لله. أظن توقفنا عند الملاحظة النحوية، وسنبدأ اليوم سندرس ما هو المفعول به، أو قد درسنا هذا الموضوع. مفعول به ماذا؟ أستاذ أنا مبتدأ خبر كالودي. هل لا أرجو. درسنا المفعول به أم لا؟ مفعول به درسنا. التمرينات أيضا فعلنا. فعلنا التمرينات. المبتدأ والخبر. نعم. شو تتعطيك؟ المبتدأ والخبر هما ركنان في الجملة الاسمية. الجملة الاسمية تتكون من جزئين، الجزء الأول يسمى مبتدأ، والجزء الأخير يسمى الخبر. İsmi gap iki qismdan tashkil topadi. Birinchi qism mubtado deb ataladi. Ikkinchi qism va gapni tugatuvchi gapni oxirgi qismi esa xabar deb ataladi. Al jumlatul ismiyatu laha ruknan. Ikkita rukni bor. Al mubtada'u huwa ismun. La budda an yakuna isman awwalan. La yumkinu an yakuna al fi'l مبتدأ، ولا حرف لا يستطيع أن يكون مبتدأ. في الخام حرف خام مبتدأ بولامد، ولا بد أن يكون مرفوعا، مرفوع بولشكري، ويكون في أولها غالبا. بكو بنشا مبتدأ جابنا أولها دجانا جملة اسمية، يعني نظر دستورت مبتدأ كو بنشا اسمي جابنا باشده joylashgan bo'ladi. Ba'zida gapni oxirida kelishi ham mumkin. U holda mubtada muaxxar bo'ladi. Kechikib kelgan mubtado bo'ladi. Wal khabaru aydan yumkin an yakuna ism. Wa indama yakunu al ismu khabaran la budda an yakuna i'rabuhu marfu'an aydan. Wa يتم معنى الجملة. إذن المبتدأ والخبر إعرابهما مرفوع. مبتدأ نخام خبر نخام إعراب رفع بولشكري و وبلان جاب تجيد. أدرس ولاحظ. الآن سنقرأ ونترجم ونعرب الجمل. ارفعنا الأيدي من فضلكن. كي يكون الترتيب، أستاذة حبيبة اقرأي الجملة الأولى. مكة جميلة جملة اسمية، مكة خبر أي مكة مبتدأ مرفوع، جميلة خبر مرفوع. نعم، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وجميلة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم. الجملة الثانية أستاذة مقدس. أنا مسلم، أنا مبتدأ، مسلمون خبر، من مسلمون. إيش تلوات أستاذة؟ ما إشت ميكروفون موتشر جابرما. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ بإيراب ليمسكو. مسلم خبر مرفوع بالضمة سيس بولات لك. أنا مبني لجنيت شيسكيري وفي محل رفع شيسكيري.
جملة تالية أستاذة نادرة. الجامعة واسعة، أونيفرسيتي كيندر. الجامعة مبتدأ مرفوع بالضمة، واسعة خبر مرفوع بالضمة والنكرة. نعم، الجملة الرابعة نزكت. نزكت هل تقرأين أم لا؟ خديجة اقرأي. السلام عليكم. المسجدان كبيران كمسجد قطتر. المسجدان مسجد مبتدأ، المسجدان مبتدأ. المسجدان مبتدأ، كبيران خبر. المسجدان مبتدأ مرفوع قنقي رب لردك قزله. مرفوع بألف لأنه مسند إلى وعلامة رفعه الألف لأنه مسند. ألف لأنه مسند. طب كبيراني خبر. طب ايراب نشنقي ترمتك روستا خبر دبقيا مزمه. مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الألف الألف لأنهم مثنى. نعم. الجملة الخامسة عظيم ف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفقر مشكلة، كم غلك قينتلك؟ يو قينش ها قينش الكتر ما تينش الكتب ايش تمر. الفقر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، مشكلة خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. الجملة التالية أستاذة حبيبة. هذا طبيب، جملة اسمية. هذا ضمير منفصل، ضمير منفصل اسم مبني على الإشارة، هذا اسم إشارة. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طبيب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم، جملة تالية أستاذة مقدس. زينب طبيبة، زينب طبيبة. زينب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طبيبة خبر مرفوع علامة رفعه نعم، الضمة الظاهرة. نعم. جملة تالية أستاذة نادرة. دمشق عاصمة، دمشق بايتخت. دمشق مبتدأ مرفوع بالضمة وعلامة رفعه بالضمة الظاهرة. عاصمة خبر مرفوع بالضمة وعلامة الضمة رفيق ورفعه الضمة الظاهرة. نعم، جملة تالية نزكت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. القاهرة مزدحمة. قاهرة تقلنج دواتم تقلنج در دواتم. نعم، القاهرة مبتدأ
مرفوع بالضمة، مزدحمة خبر مرفوع بالضمة. والجملة الأخيرة عظيم فه. المصانع كثيرة، زود لاركوب. المصانع مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، كثيرة خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. التدريب للمبتدأ والخبر، ضع خطا تحت المبتدأ وخطين تحت الخبر كما في المثال. مبتدأ جبر تشزق، خبر جيك تشزق ويسلا. الجملة الأولى خديجة اقرأي. خولته نحيفة جدا، خول جدام أصغر. خول مبتدأ مرفوع بالضمة، نحيفة خبر مرفوع بالضمة. إذن خولة مبتدأ، نضع خط واحد، ونحيفة خبر، نضع خطين، وجدا جدا جدا بيم لا جدا. إذا ما قلت لكن سابقا سنكتب اليوم أجر أولدنيت مجان بسام. جدا صفة مفعول المطلق حول النحيفة جدا. مصدر نقويامس مفعول مطلق ديال نارس باردي. نحيف فيلنا مصدر، مش مصدر ده مفعول مطلق خاص البلد. يخش اوزش بلان اوزد نحف ينحفو نحافة نحافة جدا دي وزاسل ده. صفة المفعول المطلق تقديره قيس فيل كي جنبوسه ماشي آخر جدا كثيرا جيدا وخو كذا شنق أن بوب كي جنسوزله صفات بولاده شنق منصوب بولب مفعول مطلق كيلاده أنا مفعول لانو متكانوسته نحو ده چقاده ونالدن كي جن فيلن مصدر مفعول مطلق بولاد مفعول مطلق هر دايم فيلن مصدردن بولاد نحوف ينحفو فيلن مصدر نحافة دمي صفة المفعول المطلق تقديره نحافة نحافة جدا دي وزاصل دي. يخشى أوزش ليك بلان أوز دي يعني دي وزه. صفة المفعول المطلق المحذوف المطلق المحذوف تقديره نحافة يخشى أوزشلك ده أوزد جدا يخشلب جدا يخشى أوزش ده أوزد أوزش ديجان سوز بارون جدا وش أوزش ديجان مصدر مفعول مطلق بولد في الأنق بجارلجا فيل نصفاتنا بالدروچة اسم بولاده و ويان منصوب بولاده ويان مفعول لغي كران. الجملة الثانية أستاذة حبيبة. مريم سمينة جدا، مريم جديم سيمس. جملة اسمية، مريم مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع هي الضمة الظاهرة، سمينة خبر مرفوع وعلامة الرفع هي الضمة الظاهرة، جدا صفة المفعول المطلق المحذوف تقديره. نحافة بوميدين دبوتة سامينا في لنا أنا قاسنا مصدرنا يتسس سامينا يسمنو سمنون سمع نعم. سمو
سامنون سومونونام بولاد استر سامنون يوكي سومون سيمرشت يعني فيلان ماستر بولارد كو اسمنا يا ماستر بولارد كان ده فيل بو سامينة سامينة صفة مشبهة بالفعل بون فيل بولادة دي فيل ماستر فقط فيل ده بولادة فيل لقد تأومس بو صفة مشبهة بالفعل فيل ما ناسن بيروش صفات مثلا كثير دي يعني كوب دي يعني ونصفات دي بويلس لكي وكسورة فيل ده أولين يعني يمسي مزبولش تيجي في الدندية هاتين ها لكن مزبوعة وفيل لنا فعيل بوميدة صفة مشبهة بالفعل ده بتلات صفات لار بولادة چونكي دايم مي بولادة جان فيل هر دايم كوباي بترجعنا يعني چو كاسيرون ديل ميدي كاسير ديلد وز هر دايم سيمز بوغان يعني چو سامين ديل ميدي سامين ديلد فعيل وزن ده بولاد ونار سخم صرف ده وطلد وز صرف مشتقات لانوت كنده وطلد يعني نارسه ولاس سامنون يوكي سمونون بولاد ماستر سمنا جدا يوكي سمونا جدا تبيوز استقدره سمونا جدا ليس. الجملة الثالثة أستاذة نادرة الضغط مرتفع الضغط مرتفع مرتفع باسم يقارب ديابت مستزاي دابليني أشكن قوم باسم أشكن الضغط مبتدأ مرفوع بالضمة مرتفع خبر مرفوع بالضمة الجملة الرابعة نزاكت نحن طلاب بس طلاب العربي طب نحن مبتدأ ضمير مرفوع بالضمة منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ ضمير منفصل مبني على دم على ضم الضم على ضم في ومبتدأ محل رفع مبتدأ في محل رفع مبتدأ طلاب خبر مرفوع بالضمة جملة خامسة عظيم ف الأكل كثير كوبيش الأكل مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة ييش كثير كوب بولادة ييش كوب درد يعني دي ييش كوبتر كثير خبر مرفوع بالضمة الظاهرة نعم جملة سادسة خديجة القرآن شفاء قرآن شفاء در القرآن مبتدأ مرفوع بالضمة شفاء خبر مرفوع بالضمة نعم صحيح جملة سابعة الطفل نائم بولا أخلاقيان أخلوجما أخلاقيان جملة اسمية الطفل القراءة مفيدة لكلوتك القراءة مفيدة أقش فايدة ليدر جملة اسمية القراءة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعها ضمة الظاهرة مفيدة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة جملة تالية أستاذة مقدس الطفل نائم خليات كان بولا الطفل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة نائم خبر مرفوع علامة رفعه ضمته إيه ظاهرة ضمته ظاهرة
طب جملة تاسعة أستاذة نادرة. كنت قلقكم سين تشيش تسن أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ قلق خبر مرفوع بالضمتي. جملة عاشرة نزوكيت. محمد رسول الله. محمد الله نين إلتسا. محمد مبتدأ مرفوع بالضمة. رسول خبر مرفوع بالضمة ومضاف. الله لفظ الجلالة دي بإذن لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة. نعم. جملة تالية نزوكي عظيم مفا الدواء مفيد. دار فدل. الدواء مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. مفيد خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. الجملة التالية خديجة. الأسرة سعيدة. عائلة بخت ليدر. الأسرة مبتدأ مرفوع بالضمة. سعيدة خبر مرفوع بالضمة. جملة تالية أستاذة حبيبة. المصانع كبيرة. جملة اسمية. المصانع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. كبيرة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هاتي الجملة محمدة التالية ما معنى المصانع كبيرة؟ زودلار كوبتر كتة. كتدر زودلار كتدر. أستاذة مقدس. البنتان مريضتان اكتقص كسل. البنتان مبتدأ مرفوع علامة رفعه ألف اثنين. مريضتان خبر مرفوع علامة رفعه ألف اثنين. ألف مثنى ألف الاثنين دي لورد. ألف الاثنين. الجملة الأخيرة أستاذة نادرة. الشوارع مزدحمة. كوتشالار جاوجندر. الشوارع مبتدأ مرفوع بالضمة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. مزدحمة خبر مرفوع بالضمة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. مرفوع بالضمة دي يعني إذن كي علامة سنية شيء شرط مس أها وزا بي دي تفضل. يعني علامة دي يعني دي وزا قصقار ترب بي تمام. دب إتار دي إيروب لغن فهمو المسموع. إيش تقول دي يعني دقيقة سأفتح التسجيل. تسجيل لو أجوالي بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الرابعة. الدرس 48 فهم المسموع. هل الصوت واضح؟ واضح. استمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. أولا نستمع إلى النص ونترجمه، بعد ذلك نختار إجابة صحيحة لكل جملة. خب، من قرأ الجملة الأخيرة الشوارع مزدحمة؟ مين أستاذ؟ نزوكت استمعي إلى الجملة الأولى في النص في التسجيل وتستمعين وتكررين الجملة وتترجمين. في عطلة الربيع سافرت الأسرة إلى المدينة في
نضع مرة ثانية. حسب. في عطلة الربيع سافرت الأسرة إلى المدينة. كرري نزاكت. في عطلة الخريف في عطلة الربيع ده. في عطلة الربيع سافر عسرة إلى مدينة. سافرت الأسرة إلى سافرت المدينة. أسرتي إلى مدينة. أسرته. أسرته ترجمي. يوز أي بخرج تاتل ده أويلة ما شخرج سفر قلده. نعم، عظيم. فجملة تالية، استمعي. لقضاء بعض الأيام هناك، كان الوقت ربيعا. ماذا قال؟ لقضاء بعض الأيام هناك. كان الوقت ربيعا. كان الوقت ربيعا. ترجم. ويرد بعض كل عنا وتقزش أتشون سفر قلشت يعني ربيعا. أنا ما ترجم قلم أستاذة. بخار بخار باي اتبيع. في فصل الربيع دباش لدوزة سافرت الأسرة إلى المدينة ده. كان الوقت ربيعا. بخرج وقت ده. بخار وقت ده. جملة تالية خديجة. والجو جميلا. والجو جميلا. هوا تروي لي إذا جملة أخرى أيضا يعني بالتجاب. قضت الأسرة أسبوعا في المدينة. قضت الأسرة أسبوعا في المدينة. ترجمي. شخردة برخفتة وقت وتقزشتة. أويلة شخر ده بروقت برخفت وقت وتكاز ده. نعم أستاذة حبيبة. كانت تقيم في فندق كبير في وسط المدينة. كانت تقيم في فندق كبير. كانت ماذا أنا شخر في مدينة المدينة. ده في كانت المدينة. تقيم في فندق كبير في وسط المدينة. كانت تقيم في فندق كبير في وسط المدينة. تقيم ترد أنا قدا فندق ميد فندق مهما خنادا كت مهما خنادا في شخرين أورتاس دا. شخر أورتاستاجي كتا ميخما خانده ترجان إيدي أويلة. يعني إذا كانت تقيم ديان ترجان إيدي. تركيا إذا أستاذة مقدس. زار الأولاد الحدائق والملاعب. زار الأولاد الحدائق والملاعب. بولالار أنا قانا بغلارنا و وينغوخلانا زيارات زار زيارات قلدلار. نعم طيب. جملة تالية أستاذة نادرة. وتناولوا الطعام في المطاعم الكبيرة. وتناولوا الطعام في المطاعم الكبيرة. تناولوا إمس وتناول الطعام في المطاعم الكبيرة. تناولنا وجدت ريستوران ده أو كاتلاندلر أشخن ده. نعم دقيقة. جملة تالية نازوكيت، استمعي جيدا. وركبوا الحافلات والقطارات. وركب الحافلات والقطارات. و أفتوبس جيت
بويزيه من الشتاء. نعم صحيح. جملة تالية عظيمة. ذهبت الأم إلى أسواق المدينة. ذهبت الأم إلى أسواق المدينة. أويا أنا يعني ما شخرنا بازارلارغا باردى. نعم خديجة. واشترت أشياء كثيرة لها ولزوجها ولأولادها وللبيت. واشترت أشياء كثيرة لها ولزوجها للبيت وللبيت ولأولادها. ولأولادها وآخر وللبيت. لها أزكى إرجاء وبولار جاء ويوجون نرسلر صوت بولد. نعم طيب، إذن أظن انتهت الجمل. وزار الأب مكتبات المدينة. لم ينتهي. أستاذة حبيبة. وزار الأب مكتبات المدينة. أبو أوتا شخار كتبخانة العرنة زيارة قلدة. نعم صحيح. جملة تالية أستاذة مقدس. واشترى كتبا كثيرة له ولأفراد أسرته. واشترى كتبا كثيرة. له أفراد أسرتي مثلا. اتقوا بريم أستاذة. دقيقة أحاول أن أضع. بات المدينة. واشترى كتبا كثيرة له ولأفراد أسرته. نعم تمام. هل استمعتي؟ واشترى الكتب كثيرة له ولأفراده كثيرة أسرته ولأفراد أسرته. يعني ساتب أولد كوب كتابلار أونجي بولالارجي و أسرته أويلاسجي بولالار و أويلاس وچون كوب كتاب ساتب أولد له أونجي. نعم طيب، إذا لأفراد أسرته. دقيقة. استمتعت الأسرة بالزيارة. يوجد جملة أخرى أستاذة نادرة. استمتعت الأسرة بالزيارة. أولا تشرب بيرجانا زعفران. استمتعت الأسرة بالزيارة. بو سفردان أويلة أنا استمتع ديگانا ما زاقل ديگانا وزي بخرا والد ديگانا ما زاقل اندت سيزن. نعم وأحب الأولاد المدينة وطلبوا من والدهم أن يزوروها كل عطلة. نزاكت. وأحب الأولاد المدينة. نمدت آخر اشتمل. وأحب الأولاد المدينة أن ترجم قليل برنشي استاذ فون. وأحب بولالار شخرني يشكرشته. نعم وبعد ذلك زوروها كل عطلة وطلبوا من والدهم أن يزوروها كل عطلة.
هل فهمتي؟ لا عظيم وفاء، هل استمعتي؟ نعم. وطلبوا من أمهم من أبيه. أن من أبيهم أن يزور كل عطلة، أن يزوروها. أن يزوروها كل عطلة. نعم. وأوتل أردن ويرنا زيارات قلشن خار كان يقول ده زيارات قلشنا سورشتا. نعم، أظن انتهت. هيا نستمع. أولاً سافرت الأسرة. أولاً، تمام، بدأت الجمل كي نصحح. انتهى النص. جملة ماتن مستجادة إن ذا جاب لانتول درامز. خديجة اقرأي الجملة الأولى وأكملي. سافرت الأسرة في فصل الربيع. نعم، أرجو ترجمي. سفر بخار فصل ده سفر بخار فصل تقلش ده. أوي لا بخار فصل ده سفر قل ده بولاد مزبط. جملة تالية أستاذة حبيبة. قضت الأسرة في المدينة قيلة شهر دا وتكزد 7 أيام يتكن 6 أيام ألتكن أسبوعين 2 هفتة عنجد دود أستاذ 7 مدى في المدينة يتكن ماذا؟ إذن كم مدة قضت الأسرة في المدينة؟ كنا يتلدم أستاذ بر يستطيع حفتة ديل ده. دينك 7 أيام قضت الأسرة في المدينة 7 أيام. نعم. جملة تالية أستاذة مقدس. أقامت الأسرة في المدينة يا وي ترى في الفيلم أقامت الأسرة في فندق نعم أويلة أنا قدامي يخمن خاندة تردى نعم تردى أستاذة نادرة. ذهب إلى سوق الأم قمنا بضعي برده ذهب إلى السوق الأب، الأولاد، الأم. إذا من ذهب إلى السوق؟ من ذهب إلى السوق؟ اعتبرت شكل كتاب له أنا برده يا أنا برده انا سبارو ده انا الأم. جملة أخيرة نزكت. طلب زيارة المدينة كل عطلة أولاده. كل عطلة ولد كل إمس كل عطلة. من طلب إذن؟ أولاده الأولاد. نعم، الأولاد طلبوا. جيد، إذن انتهينا من فهم المسموع، والآن سنبدأ قسم للتكلم. يبلش لديان مشغلا وشلمس. التدريب الأول برنش مشق. كيف يصل بدر إلى المستشفى؟ نشاط ثنائي. بدر مش فاخونيك قندي يتبرد برجلاش قلنا دي مشق. خب، بدر هنا وهنا المستشفى. خمي لبيت بتده حركة، لكن تغرسني اتميمة يعني ايش تشقيله اخر ده كم توريت يعني. تمام. عظيم وفاء ابدأي. أها
بر المقدمة يعني دي استاذة. جون علش برتارب كقرش إشلات لوراتي اتجه هناك. أها. أولا يتجه يمينا ويتجه أمامه، وبعد ذلك يتجه شمالا ويتجه ويتجه أمامه حتى المسجد، ومن شارع المسجد يتجه يمانه يمينا ويمينا، وبعد ذلك يقبل دشكيرادي، يقبل بالأمبير المستشفى، يقابل المستشفى، يقابل يجد المستشفى، المستشفى تزامل طب هذا الفرق. يجد المستشفى. طب خديجة حاولي أنت آخر ده إن تور رايت كي آدم ميتم. بدر تور يورب كين اون يقايلش لما تبوتو ديك خاف اما خاص 5 سنين بيرسم مميت. يتجاوز شارع السعيدي باش ده اوتكانمز ده من ما بخاريته ده توغر كده عامي ده بمعنى انا قناقيتي من اتجه غربا غرب تربك يرو في شارع طار مثال جون غرب كبرل كين ان اعطي في يسار يا تشاب ترب ولاب كيت اب تور جيونال شو غك عمود مومدك اتجه يمينا ان ترب كبرل استمر وزتور دوامتش دوامت بكتورش استمر دوامت بير دقان استمر بولاد شندي وش قاني استمر استمر و برولش استمر وعندما استمر تصل يتبورغانين ده بالانجوغي قد كي يتبورغان بارشنا فخلوس شارع السيدي. ماشي الشارع همس شارع سعيد ما انا ماشي كوشان همس لكي اينا شارع سعيد تقاتي كي جنده ونيشو نيشتقايلش اوتكنن كيان دبيت شيسكيري İkide köçeden keyin. Üçüncüsüden kayılsın duas mı? Bana bir, iki, üç, uzu, üçte köçe, üçte rakam koy. Üçte köçeden keyin. Kanaka bulat. ثلاثة شارعي، Nasıl bu mıydı bu? ثلاثة شارعي، Üçte köçe, üç köçe, kanaka bulat. Üç köçe. ثلاثة شارع. Şari'a kubligi kere. Birinciden şari'a muzakker mi muannes mi? Hı? شارع مؤنث أي مذكر. Muzakker bu ise son. Üçten on geçe bugün son. Muannes de buluş kere ku. Bunu utken mis ku? ثلاثة بعد ثلاثة تي بولاد بعد دانكين بعد ثلاثة
Şari ise kuplu kitap oladı. Bağda selaseti Şuru şavari'a oladı. Şevari'a. بعد ثلاثة شوارع. واستمر. بعد ثلاثة شوارع استمر بوميدا. استمر طغر جيرد يعني كو. برول. أنجي برول. ونجي برول لماذا خازنيتش مرت أوقدك؟ اتجه يمينا بولادة. اتجه يمينا. بعد ثلاثة شوارع اتجه يمينا. هاك كين مقصن بولدم يبقون جبرول جاندة توبتما مستشفانا. Yani çapkı buluş gerek. Açın çapkı. İstediği bir tek koçadan ki ikinci koç. Bitti köçeden keyin çap tarafında şifaxananı topasan deb bo'ladi. Ba'da واحدة Bitti köçeden الشارع keyin بعد شارعين birlikte her doim so'zi o'zi بعد شارعين qilib ishlatiladi. Tanvin adatni ham bildiradi, ya'ni bitta sonni, bittaligini ham bildiradi. أجد المستشفى في في يمينك، في يسارك، chapter بينك، في يساري يوكي عن كهلك. يسارك، سيزامونة. كينج تورة، يعني قناقيت سبولادة، أستاذة حبيبة. بدر يت درسنگی قرب چشم بادم پروست بو یولا نیتب که ترشم سکره دیا نمی رسم یه قرب چمیست منه بادر مامت دربده منه کوچله شفاخانه گه آباریم بادر منه خاضر اونگه برلسن دده مثال چه انا قانه که نه من چیز بری رابی یعنی که بو من داقل ده لیکی ما رابیه ده خطا سن ایتمدم خدیچه قینالگانه گه از گینه ایتب تردم خدیچه مناقصه آبارده Robiyaniki deyim, lekin xato bor. Hop, siz qaysi tomondan olib borasiz? Rakamları boyunca indi kessek, 1, 2, 3 qop qo'ygan bo'yicha naqmadim. U sizga aynan raqam bo'yicha ketgan nimaga? 3 ta ko'cha borligini aytyapti faqat. Bu birinchi ko'cha, bu ikkinchi ko'cha, bu uchinchi ko'cha. Sizga raqam bo'yicha olib bor degan vazifa bergan yo'q-ku. Bo'ldi, endi shu raqamga qarab men cho'chib tushunmayapman. Demak, yetta jihu badrun avvalan yaminan. ووصل إلى الشارع سعيد ولدنا سعيد ووجد في زوايا صيدلية ويتجه طرق كتمكين يتجه يمينا من شارع سفيان و صيدلية ما بتدكو صيدليا ها برشيد كورد ده ما برشيد ده برشيد صيدليا يعني. طب ده و تغرق سفيان قرب شارع يرده بيودكو سيز بيودا اوب كيلديس كو ها منقص شبكي يرده سفيان كوچ بو كوچه شو سفيان كوچه سو مسليكي سفيان كوچه سو بيودا اوتن كي گانيو ها
زوايا إيماس خم زاوية بولادن. زاوية. هبوبت في شارع سعيد يتجه يمينا كين زمانك خديجة يولدها بكبتش. يتجه يمينا، يتجه يمينا أمام السوق بزار الددان إبقى يرده إبقى قرب يردم مشى دماما مشى إلى طغر جنما بولارد ريامة مشى أمامه بلاد لكن وزي تغرق دوامت ديجان لغة بيرجم زيجي يستمر بلاد. يستمر ويستمر فلان جاي تشكي تورسان دب جاي نتشيس يستمر حتى الجامعة، حتى الجامعة كين تبكي قايل دديما ثم بيودان كتما Siz ikinci mertte başkattan yetiyorsun. Bu ya kop geliyor diz birinci. O yana kayıtıp geldi mi? Uzeta on çocuk Lakasın strukturasını çürmedi mi? Ne mage? Bana mamta bozor mamta. Siz ben mi burç yediği saydalıya geçe boradı deyiz. Bana joyla maşı binolarını kursatıp koygen. Butke geliyordu. Şimdi suğuk bir adak. Yana orkaya kayıttım. Hamasını itip çıkış şartmaz diye. Ama o hamasını Yok, siz yoldan bitti. geri... Hamasını etmişsiniz. Bana bunu her bir kişi uza bitti yoldan abardı. O hamma yolla itip çıkmaya yaptık. O Tamam. her bitti odan bitti yolla yeterdi. Falan Tamam. yolla burulsun. Şimdi. Başka o barışız gerek. Çünkü kogelleme itip gerek. Tamam bu Müslüman. Ama kucağınla burulup iç çıkış Hamanı gereken ya. etişme diyor. Siz eşitmediniz mi? Kanaka etişme. İş durma, iş tutturdu. Abi, demek Sıfyan'dan devam et falan anda. Şari Sıfyan. Sonra yestemirru ve vecede el mescid ve yestemirru حتى الحديقة و برولد شبكة برولد برولد يتجه يسارا ولد شبكة برلاد يتجه يسارا ووجد المستشفى مضارع ديت لدى اگر قلاد بسيز بر ماضي بر مزارع قميد باشده باشده عنده ماضي دي قلاس بر مزارع كي بر ماضي قلميد دي فيلا سياق الكلام ده مما واقع حكاية قلمات كنده o'tgan zamonda bo'lgan bo'lsa hammasida mozi ishlatiladi. Hozirgi boshda qiladi shunaqa qisin desangiz unda hammasini amrda ishlatasiz yoki buriladi, ketadi, yuradi desangiz unda hammasi mudore bo'lishi kerak. Hikoya qilyapmiz. Demek Amamal hadiqa yajidul mustashfa desangiz ham bo'lardi. Bog'ni oldida. An yasarihi chap tarafida mustashfoni topadi desangiz ham bo'lardi. أستاذ مقدس ما رأيك كيف يجد بدر المستشفى؟ يعني أستاذ ما نام خلاص كيري لما جاء على أصاب حركة وزي كتير حركة كان خلاص هيك أي وشتيو لهم قصب ولادة ما بتقرى ديانة بتيو ده عيلاندر بدر يتجه يمينا إلى السوق في الشارع السوقي بو شارع سوق إماس يتجه يمينا إلى السوق دبتوريتو ديز بازار كي اون طرف كي برلاد بازار كي قرب بوت من بازار وشان نامو مسبو هوب بعد السوق ماذا يفعل؟ إن ينعطف ينعطف يسارا يساران من ما بتشابتره بلا يرش كي ترسم ما شابتره من لا يرش شنو شو اسمه قلت شي ينعطف بنجي يس يو شاب كي برولاده دماغش بس يو ما بتشاب بلا يرد دماغش شاب بلا يراد دي
كي خاب سقق خاب بطيئا عاطفيا سارا خاب بعد ذلك ماذا يفعل؟ أنا ما أجيب يعني كي سبوت بي شابتر بكي خاب أسطر بتبي عند شابتر أها عند زاويتي يا ترى الشاري سفيان، الشاري سفيان. يساران شارع سفيان ديجانيس تشاب تربت سفيان كوچا دادي كوچا سيد ديس خوب بعدر ما مقسم يتجه خوب يتجه الشاري سفيان يتجه إلى شارع يتجه ي وزماش كوچا حماس شارع سفيان قد كي يتجه قسن يتجه قسن قد كي أبو يوغي مشكوش تامرا حمص يتجه إلى ماذا شابتر يستمر برورسن تورجي يورو تورجي بيرسو توبيكو خالبو مامتكي كيلد خالة سيزن ما قلشن يتماديس شابكي برولادة دماديس خالة سوفيان كوشا سيكي عند برولادة دديس قد كي برولسو مشكوش حمص سوفيان كو سوفيان كوشا سيكي كيلدو عند الزوايتي يعني برشكتة برلادة اتجه متى يتجه برول برش بولادة برولادة يتجه بولادة يتجه شبكة بولادة يسارا ها شنيت ما دي سي يتجه يتجه يسارا يسارا يتجه إلى شارع سفيان يتجه ماشي يسارا سفيان كوتشاسي جوزمانا يتجه قلب تربته أنا قلب يزلانب تربته فقط قاقي يرسمنا كتا تربته أنا قبار يتجه يسارا سيز بو بيشرم دو برولادة من بورل وات مسلگه من جوجل ميب لاكات سيسي غوشه من ده اوب كي وام هوب اتجه يساران في شارع سفيان بعد ذلك بعد يستمر يستمر نعم و حتى اي مكان يستمر أمام المسجد في أنترا هناك بلدي عند هناك شارع ماذا يفعل عند الشارع لم يجد شاري المسجد كوتشا جي كيف قال ده ما قسم برول سما برول ما سما برولادو اونجا يستمروا بعد شارع يستمر بعد شهرين كوتشا بيت كوتشا دانكين دوام يتعدى نعم و بعد ذلك ماذا يفعل اونك ترى بدا مسجد نتوبة دين ويوجد مسجدا في يميني عن يمينه بولد يوجد إمس يجد مسجدا عن يمينه يجد و مسجدان أونجا قايلة دبيتي من المسجد مين شلت الميد عند المسجد عند المسجد أونجا برولادة برلاد يتجه إذا هم هي يتجه إلى يمينه إلى كريمة و مينا مولد يمينا وأمام الحديقة يوجد مستشفى أنا ما جاي يوكي ديس أمام الحديقة يوكي ديس باش كنارس بورما حديقة ده باش كنارس يوق أمام يوجد إماس يجد بولد أجر توبة ده ديسيس باغنا أولد ده شو يجد أمام الحديقة يوجد ديسه يوجدون سيزيت واسز كي وش مرتدم مير نمدو دي هي يجد وجد يجد وجد توب يجد توب جيد يجب مستشفى يجد المستشفى نعم أستاذة نادرة هل عندك فكرة كيف يجد بدر المستشفى؟ عشان الصورة دي كتير سعيد كتير سبلان يورو ما أوكي برو ما أوكي مركزا
طب شنو خانق يتأسس؟ يستمر أحمد أحمد إماس بدر. بدر يستمر بدرو بدر سيز تور كتاد بدر دوس تور ستبيتش ديوال بار ورولد يوال يتجب يمين يمينا يتجه دي سا يتجه يمينا اه يتجه يمينا بعد يتجه شمالا برچيدان اونگه چپکه بورلادی دیشیز کری برچکده برچیدن برچکده قناقه بولادی برچک عند الزاويتي عند الزاوية عند الزاوية شمالا يتجه شمالا يتجه شمالا هوب يستمر بعد يجد صيدلية تابولادا بيتكو أتيكا كده مكادر بيتكو كده كيان دوام اتدى بيتكو كده اتدى تما ديسكو بعد بعد تكمل شارعين بولادة بيتكو كده كيان بعد شيء يعني خوب انا قيتش فو مامبا دور خانه گچه دوام ایتاده دیم مشى بعد جاء بوسر إلى صيدلية بولاد يستمر حتى الصيدلية يستمر حتى صيدلية يتجه يمينا برشكتان اونجا قايلة دادين عند عند الزاوية عند الزاوية دي اونجا يستمر برولادة يوق دوامت ميد دوامت سبع قوت كتاد يتجه يمينا يستمر طولي كتابة يعني قارين أورده كوچه بار نما قلت بعد الشارع بعد الشارع أي بعد شارعين بولد شارعين يجد باغ گچه دوام ایتاده دیم يستمر حتى الحديقة يستمر حتى حديقتي يجد وأمام المستشفى الحديقة يجد وأمام المستشفى عن يساره كريلي وأمام حديقتي يجد مستشفى عن يساره عن يساري نعم بقيت فقط نزوكات اشرحي لنا كيف يصل بدر إلى المستشفى يتجه أولا يمينا نعم ويستمر بعد شارع ويتجه بزر نعم بزر دان شبكة قايلة دي
عند السوق، عند السوق يتجه يسارا. في الشارع سعيد. شكرا. شو كنت يا أستاذ؟ حاضر، بيقى قايل ديس شارع سعيد داتو شارع بتخاص. ويستمر بعد بعد الشارعين البلا ميد بتكو جدا عندي الكريمس تنوين. بعد شارعين بعد شارعين عند الصيدلية و يستمر يتخذ يتجه يتجه يمينا نعم ويستمر بعد شارعين بعد شارعين حتى حتى الحديقة وأمام الحديقة يتجه يجد مستشفى عن يجدون يساره عن عن يساره نعم عن يساره نعم أصح التعابير تعبيرات تعبير عظيم فقط كما فهمت عظيم بقيت عندك يمر بعد شارع بتكو كده متكنن كي عند ما ديز ما سيز جلك يوردن بير ما دم شنو تشو ان تورس سيز كي قجلك يوردن بير جام تشو سيز غالب حساب لناسس لكن بتكو كده اوتاده باي بلوغ ايت تردو مو عند مسجدتان مثال شو مسجدتان شبكة قايلده اي اونجا قايلده ديجان لانا قوش سيز يعني مكمل بولادو شو سيز چون ترغانيس چون ديزه خبسة التدريب الثاني ikinci مشق ناقش الموضوعات التالية مع زملائك قدagi mavzularını şeriklerin bilan munaqaşa qıl yani muhokama qılıp gaplashib chiqarkan sizlar har bir mavzuda antunna sitte sizlar oltita ekan sizlar kullu snataini min kunna tatahaddasu an mavzu wahid har bitta mavzu haqida iki kishidan gaplashasizlar al an azimu fa wa khadija antuma tatahaddasan an تناقشان الموضوع اقرأي عظيم فاء الموضوع الأول لماذا يهاجر الناس من الريف إلى المدينة؟ ترجمي نما يا أدملر قسلوختا شخرجة كوتشادة نعم أولا أنت أجيبي بعد ذلك خديجة أيضا تجيب لهذا السؤال أظن أكثر الناس يهاجروا إلى المدينة للدراسة. نعم للدراسة وأنت خديجة ما رأيك؟ بو شون كتاد دد رابية سز إشلاش شون سيدان بولاد چونكي إشلاش شون أنكت شكو لاستفادة من الحضامة الصحي ودراسة كاملا سامولادم شو نقطتنا؟ to'g'irlash kerak edi o'zbek tilida nima demoqchisiz birinchi manbdan boshlaysiz yuhajiru nasu deb boshlanadi javobingiz يهاجر الناس من الريف إلى المدينة nima demoqchisiz u yog'ini o'zbekchada ayting sog'lig'ini saqlash uchun va komil anaqa o'qish uchun yaxshi o'qish uchun
sağlığını saklaş üçün. Sağlam buluş üçün. O Əslində spesifik. qışlaq əhalisi sağlamroq hesablanır. Əgər siz ana qalan şifoxanadan faydalanış üçün Şimdi tibbi xidmətlərdən faydalanış üçün desəz, yuhacirun nasu minar rif ilal medineti kay yastafidu minal xidmat as-sihhiyyə desəz, bu arada xidmat. أو إلى المستشفى سيزان بولادة يهاجر الناس من الريف إلى المدينة من أجل المستشفيات يعني كسل خونة وشون يوتادلار أي با كيس أنا قلادلار من أجل المستشفيات شفاخونة لار وشون سفر قلدلر للمستشفيات نعم و للدراسة الكاملة سيزن بولاد نعم ويان دراستي كاملة هوب أستاذة حبيبة أنت اقرأي الموضوع الثاني و أجيبي لهذا السؤال. لماذا يهاجر بعض الناس من المدينة إلى القرية؟ نما أتون بعض إنسانلار شهردان قشلاقة كوتش برادلار لأنها في القرية بعض الناس من الريف يهاجرون لأنها في القرية الجو نقي هادئ تنج هادئ هادئ والهواء والحياة في القرية هادئة بلد چونكي والحياة يوكي القرية هادئة سيزن بلد أما وزق شلاق تنج نعم القرية هادئة نعم قرية مؤنث بوين شو هادئة بلد أستاذة مقدس، أنت ما رأيك؟ لماذا يهاجر بعض الناس من المدينة إلى القرية؟ أنا مش عندي قاعدة مختيدة من اللي التربيخ الناس سيدب ده ما أقولش شو الترويح عن النفس و توزع حواو تشندي حواء نقي من أجل الهواء النقي من أجل حواء نقي الهواء النقي وصفي و الحواء نقي حديء هادئ وال تنج انت هادي انسز وهوانيت كامبولس هوانه هادي دميمز دي شلون حياتي تنج شلون اوزي تنج هوا حقده جاب كيت انت اون قشلاق تنج تب اونيتشو يعني بت جمله استئنافيه ينج قش ومن اجل ان القريه ويانا شونين وشونكي قشلاق تينش تسيز بولد ومن أجلي ويانا شونين ومن أجل قرية ومن أجلي أن القرية من أجلي دانكي أن بلاي باشري سجينجي روزواليلي ومن أجل أن القرية حديء هادئة هازر اتمو قد هادئة ومن أجلي بولد أجلي دانكينج جملة في محل جر مضاف إليه بولد أجل سوزه مضاف كلاده ويانا ده خار دائم مضاف إليه كلاده خب أن القرية هادئة خب الموضوع الثالث أستاذة نادرة ونزوكات أستاذة نادرة اقرأي الموضوع الثالثة المشكلة الثالثة من مشكلات المدن الكبيرة الحوادث
جريمة الازدحام التلوث التلوث تلوث ويس إماس تلوث تلوث أرجو كتا شهر ده كتا شهر شهر مولاردان مولاردان جنايتشليك جريمة دا أولدن جريمة جرم أو أنا جنايات حوادث حوادث بحثس حادثة بحثس حادثة جنايتلار جنايتلار تقلانج قلنج وإفلاس إفلاس ليك نعم خب ما رأيك هل هذا الكلام صحيح أستاذة نادرة؟ هل حقا هذه المشكلات توجد في المدن الكبيرة؟ نعم حقا أنت توافقين مع هذا الكلام؟ تورما نعم حقا مين بوكابكي قوشلمان دبيتي كوش لما استاذ أجر فيل ديتسيز أنا أوافق انا اوافق بهذا الكلام الكلمة في بهذا هذا الكلام الكلام أجر مين قوشلمان دبوزيز اسم بلايتسيز أنا موافقة بلد أنا أنا موافقة 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 موافقاني اسم نيتس اسم فاعل خاب نازوكات ماذا تقولين أنت؟ هل توجد أنا المشكلات أخرى غير هذه في المدن الكبيرة؟ Bundan başka yana muammolu kuşin hoşlasız. Katta şaharda bo'ladigan. Nimani qo'ysam bo'ladi? Xo'p, katta shaharlarda nimalar bo'ladi? O'ylab ko'ring. Anaqa narx navola yuqori bo'ladi shaharda. Qishloqda arzonroq bo'ladi. Narxlar ko'tarilgan. نرخ سعر ولدي سعر مرتفع الأسعار كوبليجنيتاسيس الأسعار مرتفع مرتفعة مرتفعة ينا كنت شخر مومو لردان أنا قا فاست فود لكوبو أنو o'tuvdik eslasangiz salomatlikka to'g'ri kelmaydigan notabiiy ovqatlar deb o'tuvdik o'shani ayting Neydi? Tez tayyorlanadigan ovqatlar sariq. unaqa deb aytilmagan edi lekin سريع الطبخ تيز تاي بشر لدي يا مولاد لكن بزونا قد بوت مديك صالقة زرار دبوتك الأطعمة غير صحية دبوتك بزي شانيتي الأطعمة تو الأطعمة غير صحية نعم غير صحية مولاد غير مضاف غير صحية صحية مضاف إليه نعم لك سؤال هل أنت تحبين الحياة في المدينة الكبيرة أو الحياة في القرية؟ ماذا تختارين؟ ماذا تفضلين؟ أنا أفضل أحب أمانة أشكر أنا أحب في القرية الحياة في القرية الحياة في القرية جيد من مدن العالم الكبرى كتا أولم
شخرلاردان، كتا دنيا شخرلاردان، العالم الكبرى كتا دنيا أنا جيجيمون دولة لنا شخرلارنا إتادي. ما رأيكنا لو ندرس هذا الموضوع في الدرس القادم إذا توافقنا أنتن، لنبدأ من هذا الموضوع من المرة القادمة، ما رأيكن؟ رازم از استاس أميل رازم السلام عشان نبوش لك كيني در صوتك. عام استاس رازم رازم إذا سنلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك، الأصدقاء مع السلامة. مع السلامة وإلى اللقاء.